مرحبا، معكم هيا من فلسطين. وادي قدرون كان عبارة عن وادي تجري فيه مياه عذبة وعميقة، كان تقريبا نهر، ولكنه في الوقت الحالي جف. لكن أهميته تيجي من النبوءة اللي بتحكي بأنه ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة راح يجمع الناس في هذا الوادي ويحاسبهم فيه. لهيك بنشوف كتير من قبور المسلمين والمسيحيين واليهود موجودة في هذا المكان لاعتقادهم بصدق النبوءة، ولحتى يتم حسابهم أول الناس. تسمى أيضا الوادي بوادي الملوك لأنه يعتقد بأن الملك داود والملك سليمان تم دفنهم في هذا الوادي. Dan Modem 100% Smartphone. من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول، محتوى رقمي جديد.